زي ما حضراتكم عارفين ساعات قليلة جدا وخلاص هتنطلق مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأكيد في كلام كتير جدا عايزين نتكلمه رغم بقى الحاجات اللي عليها علامات استفهام هنتطرق ليها بصراحة سريعا، لكن مش هنقف عندها لأن احنا عندنا مهم دلوقتي وحاجات أهم وعايزين نركز في المباراة نفسها وهذا اللقاء المرتقب واللقاء اللي هيكون أكيد بكل معانيه مش سهل وفي تحديات كمان كبيرة، ده من الأيام كمان اللي فاتت لحد هذه اللحظة بإذن الله خير. على كل حال خلينا نرحب بكابتن ماهر همام نجم الأهلي السابق، يا ألف بونجور. أهلاً يعني أهلاً احنا هيحسبوا علينا العدد أصدقائي المخلصين. صباح الفل عليكم زكريين زكريين. أهلا بحضرتك. صباح التفاؤل إن شاء الله. يا رب. بداية فين يا كابتن ماهر بقية التذاكر بتاعتنا؟ ما هو ده السيناريو الكريم. كابتن ماهر السبعة 3500 تذكرة اللي فاضلين على العشرة اللي اتوعدنا بيها. لازم يعذبونا، سبحان الله ما فيش حاجة بتكمل. يعني الوعود اللي احنا توعدنا بيها والكابتن محمود الخطيب اللي اتكلم في يمكن أكتر من 3-4 بنود منهم البند ده. موضوع التذاكر والمصريين. دخولهم بنظام وخروجهم بنظام وازاي نحافظ عليهم. وازاي نحافظ طبعا على الجماهير المغربيه طبعا، وازاي نحافظ على اللعيبه. ما هو العدل، انت مش طالب غير العدل على فكره، انت ما بتقولش اديني تذاكر زياده يعني انا عايز العدل. ده من حقنا عباره ادق ما تبقى من العدل. العدل ورجل عدم فكره انت بتلعبي في ملعب المنافس مبدئيا طبعا، فما تبقى من العدل ما تبقى. وخد بالك بقى هو كمان مش هيريحك لان هو برضك عايز يحطك تحت ضغط تحت ستريس. واحنا يعني سبحان الله يعني احنا بقالنا 3-4 سنين مجلس ادارتنا بالكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني ومنظومه النادي الاهلي محطوطه تحت ستريس بشكل كبير جدا، ودي سمه البطل، تملي البطل، كل الضغوطات عليه، كل الانظار عليه، الناس عايزه تنول منه. هو الكاف مش حط النادي الاهلي بس، هو حط النادي الاهلي باللعيبه، مجلس الاداره، بكابتن محمود الخطيب، بالجماهير، بمشجعي الاهلي اللي هم مش مصريين حتى. فيعني انا عايز اعرف يعني ليه برضو السؤال هنا يكمن او يتبقى التساؤل ليه. يعني في مجاملات واضحه في الاتحاد الافريقي خصوصا ان هم برضك عندهم عضو وعضو بارز بالنسبه لرئيس الكوره هناك او الرابطه بتاعت المغرب، عضو بارز في الاتحاد الافريقي، فاكيد في مجاملات بالنسبه لهم بشكل كبير. كمان حتى موضوع ان المباراه تبقى النهائيه موجوده في المغرب، اكيد كل الحاجات دي. الاتحاد الدولي ملوش قول في العك اللي بيحصل ده. لا بعيد انجاز التعبير يعني ملوش قول. واللي يحزنك كمان ان الاتحاد الدولي والكاف بعيد قوي عن الكلام ده، وان القاره الافريقيه للاتحاد الافريقي احنا قاره كبيره. طبعا، ومفروض يبقى لنا لوائح واستراتيجيه ونظام يا كريم زي اوروبا كده، احنا مش اقل، بالعكس لازم الحاجات دي تتحط لها معايير ومقاييس ويتقال البطوله دي مثلا سنه 23 هتتلعب مثلا في المغرب، سنه 24 هتتلعب مثلا في تونس، 25 ابطال الكاس هتتلعب في الحته الفلانيه وهكذا. فنتمنى يبقى احنا عندنا مشاكل اداريه يا كريم يعني بقالها سنين طويله جدا على القاره ككل، والمشاكل الاداريه ديت بتعمل لنا الزنقات اللي احنا شايفينها خلال بتعمل للاهلي بس يعني المتضرر الوحيد هو دايما النادي الاهلي بس. طيب عموما عشان الموضوع ده فعلا يطول الكلام فيه، خلينا بقى نروح للماتش ذات نفسه. الان من ايه ومطمن لايه؟ لا هو طبعا يعني احنا كمنظومه الفتره اللي فاتت دي زي ما الهواد قالت تعبنا، يعني مجلس اداره وجماهير النادي الاهلي واللعيبه والجهاز الفني، بصراحه بقالنا 3 سنين يا كريم احنا محطوطين تحت ستريس بشكل كبير جدا. تطلع من افريقيا تخش الدوري العام، تطلع من الدوري العام تروح للمنتخب، تطلع من المنتخب تروح كاس مصر، يعني الولاد محطوطين تحت ضغط بشكل كبير. حتى مستر موسيماني اللي بقاله سنه و4 اشهر محطوط تحت هذا الضغط، درجة المشروع اللي هو عايز يعمله لحد دلوقتي مش قادر يحط ايده عليه، اللي هي الكره البرازيليه، الكره اللي احنا بنحبها كلنا اللي كان بيلعب بيها سان داونز، لكن كل 3 ايام مخليه عيني مش قادر يصلح غصب عنه، مش قادر يعالج. لكن دي سمه البطل، وده النادي اللي هو 115 سنه في الانتصارات والانجازات والاعجاز. التملي بيبقى محطوط تحت المنظار، التملي بيبقى مطالب انه يتنال منه، يعني ان الفرقه اللي بتلعبه عايزه تكسبه، عايزه تخش التاريخ على حساب هذا النادي العظيم.
احنا ولو من خلال منافسه شريفه ليه لا، ما كل واحد عنده حق يعني مشروع. طبعا طبعا وده اللي احنا بنقوله، احنا بنقول المنافسه الشريفه والفير بلاي، واللي هيكسب هنقول له مبروك، واللي هيخسر هنقول له هارد لك. بس يبقى في فير بلاي، ويبقى في كمان يعني زي ما بيتقال كده فير بريبريشنز، او يبقى في فرص متساويه. لكن اللي هيكسب اكيد هنبارك له كل حاجه، ونتمنى ان الاهلي هو اللي يفوز، ان هو المستحق او اللي يستحق ده. بس معلش، ما هو الاجواء مش فير، ولا احنا يعني المنطق بيقول ايه؟ انا ما بتكلمش باسم النادي الاهلي، بس انا بتكلم بالمنطق دلوقتي. لا، كل حاجه مش مظبوطه. خد عليها بقى النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها واللي طلعت لسه امبارح، بتكلم عن تذاكر، بتكلم عن الفار. انا عمري ما شفت حاجه اسمها الفار اوقات بيشتغل واوقات لا. يعني ايه؟ يعني ايه ده؟ حاجه تعيب الكاف. انا ما ينفعش اتكلم بهذا المنطق، ما ينفعش يبقى عندي مباراه كبيره كده بتكلم والعالم كله شايف ان التصريحات بتقول لك شويه كده وشويه كده، واحنا وظروفنا معقوله يعني. وانت ذكرت يا نهاوند الفار، مشكله الترجي مع الوداد الفار وقف اتعطل. ايه ده؟ فاحنا برضك من ضمن الحاجات اللي تقلقنا، وبرضك كابتن فاضل الخطيب اتكلم من خلالها، قال برضك موضوع الفار ده يا جماعه مهم جدا، ان الفار يعني يبقى في فير بلاي، وفي نفس الوقت الناس اللي بتدير الفار لازم يكونوا على اعلى مستوى. لازم يكونوا ليه بقى سايد في الفتره الاخيره المنطق بتاع يعني فكره ان في بطل؟ من حق اي حد انه يتطلع للبطوله هو كمان، من حق كل واحد ان هو عايز ينافس البطل، بس ليه بقينا في الفتره الاخيره البطل يبقى نرازيه؟ مش عارفين نبقى زيه فنرازيه، نوقعه، نهده، نعطله. ليه الفكر ده بقى سائد؟ يعني الفكر ده بقى سائد لاجل المنافسه، يعني برضك الناس باصه النادي الاهلي عايز يحقق البطوله ال 11، النادي الاهلي في حته ثانيه يا كريم، بعيد مع احترام الكل. إيه كفايه عليه كده؟ يعني مثلا المنطق يقول لك كفايه عليه كده بقى. كفايه عليه كده، لكن احنا صحيح والله ما بنكتفيش، سبحان الله. يعني المنظومه اللي موجود عليها النادي الاهلي صعب جدا، بيدور على ال 11 وبعدين ال 12 وبعدين ال 13 وهكذا. لان زي ما قلنا احنا النادي الاهلي في حته تانية، احنا لو نحرك الكره الارضيه كده بقى يا كريم هتلاقي النادي الاهلي ممكن يطلع من اسيا وافريقيا يروح لاوروبا. يا عيني يا عيني يا كابتن ماهر، والله دي مكانه. الجو هيبقى دي مكانه النادي الاهلي، دي مكانه النادي الاهلي. يعني احنا امبارح طبعا بنبارك لريال مدريد، لكن كنا نتمنى عشان احنا عايزين نلحق ريال مدريد في الانتصارات في البطولات اللي بيننا وبينه. فامبارح احنا يعني ريال مدريد فرق عننا يمكن بثلاث اربع بطولات، فده برضك هيخلينا ان احنا نكافح برضك تاني ان شاء الله على اساس ان احنا باذن الله ننافسه على البطولات ونقرب بالعدد اللي بيننا وبينه بشكل كبير. لكن عايز اقول لك ان احنا تجهيزاتنا الفنيه والاداريه الحمد لله اكتملت بوجودنا في المغرب. عايز اقول لك السيناريو بتاع الرجاء لسه برضك احنا خدنا درس منه، حته التعطيل قبل المباراه والباص والجماهير اللي دخلت من غير تذاكر والضغط الجماهيري والاسترس اللي واقع على اللعيبه من خلال التسخين ومن خلال المباراه. حتى كمان الاساليب اللي بيلعبوا بيها لعيبه شمال افريقيا وبالاخص المغرب وتونس والجزائر، ان هم بيحاولوا يخرجوك عن التركيز، يعطلوا الكره، بيتعطل بقى والحارس المرمى يلعب الكره بعد دقيقه وبعدين يقع اللعيب منهم، يقع يتعالج مثلا لو هو كسبان يتعالج بعد دقيقه دقيقتين. يعني الحاجات دي كلها محطوطه في ذهنهم وفي تركيزهم ان هو ازاي يخرجك عن التركيز يا كريم. لكن الحمد لله اربع مين بقى لنا يومين ثلاثه موجودين في المغرب، اللعبة كلها مركزه بشكل كبير جدا، الجهاز الفني مستر موسيماني قاعد ذاكر الفرقه بشكل كبير. طبعا هو عامل سيناريو للمباراه وعامل تشكيله هي الامثل اللي ممكن تكون هي الاجهز في خلال هذه الفتره. عايز اقول لك بتمنى ان احنا اللقاء نبداه زي مباراه الاتحاد الهلال السعودي في البطوله العربيه اللي احنا فاجئنا بيها الناس كلها وضغطنا على الهلال من البدايه، قدرنا نحرز هدف والتاني وخلصنا المباراه في التلت ساعه الاولى. فاتمنى السيناريو ده اللي احنا يعني اديناه في مباراه الهلال السعودي، اتمنى ان مستر موسيماني يكون مخبينا المفاجاه بقى، ان احنا فعلا نضغط على الوداد، ودي برضك من ضمن الحاجات اللي هو بيسعى اليها في تقسيم المباراه. حلو، هدف في الاول هيفرق معانا بشكل كبير جدا جدا جدا. ده حلو، ده السيناريو اللي كلنا بنأمله. ولكن خليني اروح مع حضرتك لتوقعاتك لنسبه هنا يعني وصول المباراه لوقت اضافي او مثلا ركلات ترجيح، بتشوف دي نسبتها كام في الميه تقريبا؟ موجوده نهوان متاحه برضه. 50-50 برضه. طبعا طبعا، انت برضك بتلعبي مع خصم له تاريخ ويمكن تاني مره على التوالي، وعايز بالظبط عايز يكسب البطوله.
في عقل داره في جمهوره والفار والجماهير. ان احنا ما نوصلش للمرحله دي. نتمنى لكن من ضمن الحاجات يا كريم اللي بيفكر فيها مستر موسيماني، تملي، انت بتذاكر لاخر لحظه، بتعمل احتياطاتك لكل حاجه، لكل حاجه صغيره، دي هي 90 دقيقه. هو في ممكن اكثر طيب اي مفاجات غير متوقعه، ولا الدراسه الكافيه الوافيه للفريق المنافس كفيله بان انت تبقى عارف مفاتيح اللي تقدر تلعب معاه من خلالها؟ موجودة كل المفاتيح دي موجودة ومذاكرينها وهو مذاكرها ومحافظها للعيبة. لكن في مفاجآت، لو هو جاب جول مثلا في أول ربع ساعة أو تلت ساعة، إزاي ترجع للمباراة دي؟ برضك من ضمن الحاجات. الله يقدر يحصل إصابات لبعض اللعيبة المميزة عندك، دي برضك من ضمن المفاجآت. الله يقدر مثلا الشناوي ما يكونش في حالته، ما تكملش يعني كفايه كابتن ماهر. ما تقولش في مفاجآت لا مش عايزين، لكن مفاجآت بتبقى قليله. ليه بقى؟ صحيح، وارد فعلا. وارد، لكن بتبقى قليله. ليه بقى يا كريم؟ لانك انت الحمد لله جاهز بدنيا وفنيا ان شاء الله وتكتيكيا، ولعيبتك الحمد لله مركزه، واللعيبه بالنسبه لها دي البطوله الثالثه، الحلم بالنسبه لهم، التاريخ. هم دول. هل ده بيدي الموضوع صعوبه اكتر؟ يعني فكره ان انا اصل حد يقول لك الثالثه دي خلاص بقت موضوع سهل وفي ايديكوا هتجيبوها بسرعه، وحد تاني يقول لك لا بالعكس دي اصعب وكل مره اصعب من اللي قبلها. بالظبط، يعني زي ما انت بتقولي نهاوند كده، اصعب مش اسهل. لان الثالثه دي انت عايزه تسطري تاريخ للعيبه دي، وعايزه تسطري تاريخ للمنظومه دي والجهاز ده والمجلس ده. فالنهارده احنا شايفين مجلس اداره كله موجود في ظهر اللعيبه، ظهر الجهاز الفني، ودي حاجه بتحسب. يعني الصعوبه دي بتاكد برضو القول التاريخي الباثور بتاع فكره ان الوصول للقمه صعب لكن الحفاظ عليها اصعب بكتير، وده واقع احنا بنعيشه كاهلاويه الحقيقه في الفتره الاخيره. طبعا، واحنا شايفين الصعوبات اللي احنا بنقابلها كمان حتى في الدوري. انت ثلاث اربع مباريات، يمكن مباراه انبي يعني اديتنا نوع من الفوقان، نوع من الثقه كنا محتاجينه، المباراه محتاجينها في الفوز ثلاث نقاط. وحتى لو اداء ما كانش اداء يعني يرضي جماهير النادي الاهلي، لكن كان مهم جدا يا كريم يا نهاوند، قبل لقاء الوداد كنا محتاجين نكسب مباراه انبي. فزي ما انت بتتكلم ان كان في في كيرف نازل بالنسبه للبطل، وده غصبا عنه. لا، انت لكن بتمر برضه تاني. طبعا احداث كثيره جدا لكن صحيح. البطل بيرجع يا كريم، يعني البطل وقمه النادي الاهلي واللعيبه اللي موجوده والمجلس ده والجهاز ده، على طول الكيرف بيطلع، لانك انت بتقدر تستوعب النزول، بتشتغل عليه، بتشتغل عليه اداريا وفنيا واستشفاء ومعالجه اللعيبه وعلاج الاخطاء، بترجع تاني بسرعه، ودي سمه النادي الاهلي. صحيح. الرجوع للقمه مره تانيه. ماشي، احنا هنرجع برضو بعد الفاصل، فاصل سريع جدا ونرجع نكمل. هي مباراه يبقى يغلب عليها طابع الحماس شويه، خاصة الظروف اللي هي واكبت المباراة قبليها، لكن إن شاء الله الأهلي قادر عليها، يعني إن شاء الله الأهلي هيفرحنا. هو هيبقى فيه شوية تعصب شوية، خصوصا لأن دي نهاية العصبة وبطولة مهمة، فطبيعي إن يبقى فيه شوية عصبية شوية، وخصوصا إن الوداد والأهلي شوية، بس في الآخر إحنا إخوات، والشعب المغربي شعب حبوب بطبعه. ثانيا إن هو بس اللي مزود العملية شوية، ان نادي الرجاء واقف مع النادي الاهلي شويه طبعا، لان في اخوه جديده بين النادي الاهلي ونادي الرجاء، فده اللي عامل ايه الحساسيه شويه بين الرجاء والوداد. بس ان شاء الله المباراه تعدي على خير، وفي الاخر احنا اخوات باذن الله. يعني ان شاء الله طبعا نتمنى الفوز للاهلي، انا مصري اهلاوي فاتمنى الفوز للاهلي. المهم يكون داك الشيء، فهمتي، يكون داك الشيء يدوز بخير وعلى خير، فهمتي، ما نبغيوش حنا التضرر وداك الشيء، فهمتي، يكون الماتش زوين وداك الشيء اللي فهمتي اللي في اسميتو راه غيستحق الفوز ديالو، فهمتي. المباراه بين الاهلي والوداد البيضاوي، نحن اخوه قبل مباراه كره القدم، وتجمعنا اخوه الاسلام واخوه العرب. مباراة غتكون إن شاء الله صعبة، ونتمنى للفريقين التوفيق، وتكون فرجة ممتعة، وتكون روح رياضية، ويكون ماتش في المستوى المطلوب، ويتمتع كل شيء بكرة القدم في أرض بلادنا في المغرب، في وسط الدار البيضاء في ملعب محمد الخامس. نتمنى التوفيق، وبكل صراحة نتمنى الفوز لفريق الوداد البيضاوي.
انا كمغربي نتمنى الفوز للفريق الوداد البيضاوي، لان ما كان ماشي فريق الوداد اللي لعبه يعني رايه مغربيه ورايه مصريه بالضبط. احنا تعودنا من الفوز دائما، فربي ربي ما يكسفوناش المره دي. هو الماتش صعب عليهم اكيد وبال حضرتك، بس اتمنى لهم الفوز ان شاء الله من كل قلبي يعني. واحنا كده كده رايحين للاستاد ونتمنى بقى ان نشوف مباراه حلوه قبل كل شيء. كل الاهلاويه بيقولوا يا رب. بنجدد الترحيب بكل حضراتكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل كلامنا مع كابتن ماهر همام حول لقاء اليوم الهام اللي تفصلنا عنه ساعات قليله جدا. ان شاء الله الماتش هيكون الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره، 8 مساء بتوقيت المغرب. وفي راي حضرتك او في تخيل حضرتك، هل في بدايه مثلى اقصد بها التشكيل للتعامل مع فريق بيمثل كره شمال افريقيا اللي ليها سمات معينه تستدعي ان انت كمان يبقى ليك اسلوب معين في اللعب معاهم؟ اكيد يا كريم طبعا. كل يعني الدوله كده بيبقى ليها طابع خاص، وهم عندهم شمال افريقيا عندهم طابع خاص في حته الشراسه في اللعب، حته الكور الثابته بيجدوها بشكل كبير، حته تضييع الوقت، عندهم اساليب كده تقول دي شمال افريقيا. أيوة. لما تتفرج أيوة. تقول ايه دي تونس دي المغرب. حتى في لعبتهم اللي بيلعبوا مع دوريات اوروبيه برضو بتبقى عليهم باينه قوي عليهم التفاصيل دي. احنا بيبقى عندنا التنظيم، يعني الكره المصريه بتمثل في التنظيم، في حته الانتشار، في حته الاصرار على المكسب، حته روح الفانيلا. ودي يعني الكره المصريه ممثله في النادي الاهلي. النادي الاهلي روح الفانيلا الحمراء بترفرف فوق الاستاد. ودي حقيقي، يعني روح الفانيلا الحمراء سبحان الله بتعمل ارهاب والسحر، والناس تبقى قلقانه منك. فخد بالك برضك الوداد على قد ان هم في يعني حماس ومباراه فيها صعوبه 50-50، لكن هو عامل لك حساب يا كريم نهود بشكل كبير جدا. الان عارف ان برضك النادي الاهلي ده نادي عنده مبادئ وعنده قيم، وبعدين مش مبادئ وقيم بس يا كابتن ماهر. انت بتتكلم عن ملك افريقيا وده بالارقام تاني. لما بنقول حاجه عن نفسنا بنتكلم بالارقام. القصه كلها ان انت برضو اكيد داخل، انا بتكلم على الولاد اكيد داخل عامل حساب وقيمه كبيره جدا، وحتى كان باين من التصريحات الخاصه لوليد الركراكي، يعني هو بنفسه تحدث اكيد طبعا هو عنده امل وعنده ثقه في اللعيبه بتاعته زي ما احنا كمان، بس انت برضو لازم تبقى عارف انت بتنافس مين. فلو في حد المفروض ان هو يخشى اللقاء اكيد الكفة هتكون أكتر للوداد. إحنا أكيد برضو عارفين إن دي مباراة تقيلة، عارفين إن إحنا الظروف بتاعتها ما هياش أفضل شيء. أنت أصلا كون إن أنت داخل نفسيا وحاسس إن في أمور بتحاك ضدك، ما ده في حد ذاته مش ألطف حاجة كابتن ماهر، وده للأسف الواقع على الأرض. يعني أنا عايز أطمنك أنا هواندا كريم إن بقى إحنا عندنا خبرات، اللعيبه بقى عندها خبرات من الاحداث صحيح. اللي حصلت قبل كده، واكبر دليل الرجاء. يعني لو احنا نرجع لورا شويه، ما احنا الرجاء برضك هيبقى نفس الاسلوب النهارده اللي عمله الرجاء هيعمله الوداد فينا قبل تجهيز للمباراه. برضك الدخول الباص ممكن يتعطل، الناس يخشوا من غير تذاكر. ما هو ده يرجعنا تاني، انت لو عندك اتحاد طبعًا قوي طبعًا وعادل طبعًا ما يسيبش اي جهه تعمل النوع ده من الامور. بالظبط. بس انا يعني برد على كريم كمان على نواد كريم في حته ان هنقابل النهارده عشان نبقى برضك يعني في الصوره، هنقابل برضك المشاكل دي النفسيه قبل اللقاء، لكن لعيبه النادي الاهلي بيبقى عندها خبرات، وده اللي مستر موسيماني النهارده فكر فيه ان يبقى معظم اللعيبه اللي عندها درايه وعندها خبرات بالمباريات والاحتكاك اللي بالشكل ده تبقى موجوده من ضمن التشكيله الاساسيه، تفرق معاك بشكل كبير. ليه بقى الخبرات كريم في المباريات اللي بالشكل ده بيبقى عندها الشخصيه وعندها الدرايه وعندها الثبات الانفعالي وعندها الهدوء وعندها الحنكه وعندها الخبره وعندها الدرايه اللي تقدر يعني تهدي الجماهير ازاي، وتقدر تهدي اللعيبه اللي حواليك اللي هي فيها الوداد النازل النهارده بشيء من الحماس، ازاي هتلعب كورتك المنظمه اللي فيها الاستحواذ اللي فيها التسليم والتسلم، ازاي هتضغط عليهم بشكل ايجابي. في مفاجات مستر موسيماني ممكن يبدا بيها. صحيح. طريقه اللعب كمان، يعني هم مثلا متعودين ان الاهلي بيلعب بطريقه مثلا 4-2-3-1، ممكن النهارده نلعب بطريقه 4-3-3 لو نص الملعب عندنا اكتمل، الثلاثي اكتمل، يانج والسوليه وفتحي.
يعني هيبقى قوه ضاربه بالنسبه للنادي الاهلي. هم بردك عارفين ان النادي الاهلي عنده مفاتيح لعب محتاجه انها تتراقب. بس هو المنطق يقول ان هم غالبا يعني هيحبوا او يفضلوا ان هم يبتدوا بضغط هم اللي يعني يضغطوا بيه او من خلاله على لعيبه النادي الاهلي من منطلق ان هم عارفين ان سيد افريقيا جاي يدافع عن اللقب، فاكيد بالزبط. من اول لحظه كده كده ما عندهمش حاجه ثانيه يخسروها يعني. طبعا والضغط يا كريم بتتكلم عليه وارد بنسبه 100%. ليه؟ جماهيرهم من بدايه المباراه عماله تحفز فيهم، فطبعا بتديهم شح قوي جدا ان هو يضغط على النادي الاهلي. عايز اقول لك ان الضغط على النادي الاهلي له يعني شقين او 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 سلاح هجومي نقدر نستغله، وطبعا سلاح دفاعي ان احنا نقدر الضغط ده ان احنا نحتويه بشكل كبير جدا ونمنعه مرتده كمان ونمنعه وبعدين نبدا بالهجمات المرتده المنظمه. صحيح. اللي هي هيبقى عندك مساحات لان هو عايز يكسب، عشان يكسبك او يجيب فيك جول لازم عنده زياده عدديه جوه في نص ملعبك مش اقل من 3 4 5 لعيبه. صحيح. كابتن ماهر الوقت تقريبا خلص، انا عايزه بقى رساله كده من كابتن ماهر ذو الخبره الكبيره وبطولات دي عدت عليكم قبل كده وقدمتوا لنا وكتبتوا التاريخ برضو في جيلكم، رساله هنختم بيها مع حضرتك لان الوقت خلص. وانا قبل ما لان انا كمان هروح مع حضرتك بقى كريم عنده فقره طبيه. كريم احنا نفطر بقى كابتن ماهر. كريم هيكون عنده فقره طبيه بس قبل الختام يا رب ان شاء الله دايما كده نكون سعداء بفريقنا وفي ظهر فريقنا وحاجه محترمه جدا. انا عايزه اشكر كل شخص كان من قلبه عايز يسافر واللي استطاع واللي ما استطاعش ان هو يسافر. كفايه الدعم وكفايه الرغبه اصلا ان انت تكون في يعني بتؤازر فريقك وفي ظهر فريقك، دي حاجه كبيره جدا جدا واعتقد لعيبتنا محتاجينها. ان شاء الله خير ونجي لكم بكره ونقول صباح النصر باذن الله يحصل يا رب. ان شاء الله باذن الله. رسالتك بقى بالتوفيق للنادي الاهلي طبعا لكل المنظومه الاهلاويه النهارده. 11 يا اهلي ده شرف لينا كلنا وسام على صدرنا ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله نرجع واحنا رافعين الكاس، وطبعا دي اقل حاجه نقدمها لمصر الحبيبه يعني. ربنا يكرم ان شاء الله باننا بعد بكره مش بس نبتدي بقى بجمله نهاوند الشهيره جمله صباح النصر، لا نقول كمان بقى ايه ال 12 يعني ان شاء الله باذن الله هيحصل على فكره من النهارده بالليل ان شاء الله. نورت الدنيا يا كابتن، بشكرك على وجودك. ربنا يخليك. شكرا لحضرتك. هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نبتدي معاكم ثاني واخر فقراتنا الحواريه واللي هنتكلم من خلالها عن موضوع اعتقد ان هو يلهم ناس كتير، السمنه المفرطه للاعمار المختلفه. خليكم معانا.